قنوع محللة أسواق المال العالمية لمجموعة إيكوتي. لينا أهلا بك وشكرا على انضمامك. 10% في جلسة واحدة على البيتكوين يذكرنا بنفس سيناريو 2017 مع الوصول لنفس المستويات أو بالقرب منها. هل تعتقدين أن البيتكوين قد تتعرض إلى موجة بيعية أقوى أم ستظل الأمور في نطاق تصحيح بسيط ومواصلة الصعود؟ نعم، بالنسبة للبيتكوين يعني ربما يعني نحن لسنا كمحللين مهتمين بالعملات الرقمية، لكن على كخبرة مالية أعتقد أن البيتكوين ربما يتعرض بهذه الفترة لتصاعد في ظل تراجعات مؤشر الدولار الضبابية في كمؤشر الدولار والذهب الذي يعتبران كملاذ آمن. سوف نشاهد ارتفاعات أتوقع قوية على البيتكوين وموجة شراء، لكن بعد ذلك في منتصف ربما يعني العام المقبل سوف نشاهد عودة إلى تصحيحات مع التطورات في لقاح كورونا والتوزيعات، ربما سيؤثر بشكل إيجابي على يعني على الأسواق على الأسواق ذو العائد المرتفع، وبالتالي سوف نشاهد تراجعات على البيتكوين. طيب، يعني دعينا من البيتكوين، دعينا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن الدولار الأمريكي. شاهدنا منذ قليل الدولار وهو يتراجع لأدنى مستوياته في عامين تقريبا، والحديث حاليا أنه يعني حالة انتشار أخبار اللقاحات وغيرها ستضع عليه الضغوط. سيتي جروب على سبيل المثال قال الدولار سيتراجع 20% العام المقبل. من العملات الرئيسية مرشح أكثر للاستفادة من هذه التراجعات؟ نعم، يعني بالنسبة للدولار ربما بالفعل متوقع أن يكون هناك هبوط مستمر نتيجة تطورات لقاح الكورونا وأيضا الحزم التحفيزية التي ربما يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي. هناك عملات ربما مرتبطة ستكون مرشحة للارتفاع وتستفيد من الضعف في الدولار كاليورو المتوقع، وأيضا بالنسبة للباوند ربما يشهد أيضا ربما ارتفاعات، لكن اليورو متوقع أن يرتفع ويستفيد من هذا، وهناك عملات أخرى مثل اليوان الصيني أيضا ربما يستفيد من تراجعات الدولار. وأتوقع أن الدولار ممكن أن يتراجع إلى هبوط وربما 3% في العام المقبل. طيب، الحديث عن العملات، ماذا عن العملات السلعية؟ دولار الأسترالي، الكورونا النرويجية، الدولار الكندي، مع يعني النمو الدوري سيكليكال جروث يحدث حاليا في العالم، هل ستستفيد هذه العملات بشكل أكبر من غيرها أيضا؟ نعم أكيد، بالفعل سوف تستفيد تلك العملات من يعني من هذه أكثر من غيرها في ظل التطورات حول الكورونا. نحن نشوف عم ارتفاع ما زال في أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية، فهناك عملات بالفعل الدولار مثلا الكندي يعني بالرغم من ارتفاع أسعار النفط يجب أن يستفيد، لكن عم نشوف بعد الهبوط نتيجة الارتفاع وفي عدد يعني الإصابات بفيروس كورونا وصول إلى مستويات قياسية، لكن ارتفاع أسعار النفط عم بيساعد في استقرار الدولار الكندي. طيب، دعينا إذا ما تحدثنا عن أسواق الأسهم أو حالة شهية المخاطرة العالمية بشكل عام، اليوم شهية المستثمرين أصبحت مفتوحة بشكل واضح على الأسواق. إذا ما وضعنا ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى موضوع اللقاحات، وإذا لم يكن اللقاحات فهو أن البنوك المركزية ستتحرك بالمزيد من المحفزات. باختصار يعني هل السوق فقط ستستمر في الصعود، هذه كل العوامل؟ نعم، برأيي أن الأسواق الأمريكية سوف تستمر في الصعود. لاحظنا أنه ارتفاعات وصول قبل أمس داو جونز إلى مستويات فوق 30,000 نقطة، ومرشح لإس أن بي 500 أنه يرتفع خلال العام المقبل. هناك عدة وضحت الفكرة. أنا آسف لينا، انتهى الوقت لينا قنوع محللة الأسواق المالية العالمية لمجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك.